في عندنا انواع من الراديوجرافيك جريدز، في عندنا انواع ممكن تبقى بارلل زي عباره عن مجموعه ستريبس زي ما احنا كنا بنتكلم عليها من شويه اللي هي النوع المعتاد دوت. في عندنا انواع بتبقى كراست، بتبقى عباره عن جريد فيرتيكال وجريد هوريزونتال محطوطين فوق بعض. في عندنا انواع تانية بتبقى بنسميها فوكست، الفوكس دي بتبقى متظبطه على مسافه محدده بين السورس وبين الـ بين الديستنس بتاعت اللي هي الايمج ريسبتور. فهنا ما نقدرش نغير المسافه دي، يعني الفوكال ديستنس دي ما نقدرش نغيرها. لو احنا عندنا حاله محتاجين احنا نغير فيها المسافه دي، ودي الحقيقه في معظم الاحيان بيبقى دايما عندنا حالات بالشكل ده كده، بيبقى عندنا صعوبه ان احنا نستعمل نوع اللي هو الفوكس ده. وفي عندنا بقى نوع اللي هو فيري انترستنج الحقيقه، اللي هو الموفينج باكي او الموفينج جريدز، ده بيسموه عاده في الكونفنشن بيسموه الباكي. الباكي هو عباره عن جريد بتتحرك، وده الحقيقه الهدف بتاع الحركه دي، ان لو احنا عندنا يعني حاجه ثابته بالشكل ده كده، هنلاقي ان في عندنا اجزاء في الفيلم يبقى مطبوع عليها الستريبس الموجوده هنا دي، يبقى في عندنا الصوره نفسها يبقى في عليها خطوط بتمثل الستريبس الموجوده عندنا في الجريد. لما احنا بنحرك الباكي، بنحرك الجريد في اثناء التصوير، بنخلي الايفكت بتاع الاتنيويشن دوت ما بيبقاش موجود في مكان واحد، بيتوزع على جميع انحاء الايمج ريسبتور، وبالتالي تختفي من الصوره، ما يبقاش موجود في الصوره. فبالتالي الباكي بيبقى الحقيقه افضل بكتير جدا من الـ من الـ اللي هو الستيشنري ايمج راديوجرافيك جريد، علشان بيبقى ما فيش عندي في الصورة خطوط، أو ما فيش عندي الأماكن اللي هي بتاعت الستريبس دي ما بتعمليش تأثير على الصورة اللي بتطلع من الإيمج ريسبتور. العيب بتاع الإيمج ريسبتور إن هو بيريكواير بالكي ميكانيزم عشان يحرك الباكي، عشان يحرك الجريد ديت، وده ممكن يحصل له فيلير زي أي حاجة ميكانيكال، ممكن يحصل لها فيلير فممكن تسبب لها مشكلة. وممكن برضو ان احنا الميكانيزم دوت بيخلي الديستنس بين البيشنت والايمج ريسبتور ممكن يكبر شويه، عشان يبقى في عندنا مساحه يقدر يتحرك فيها الجريد تتحرك فيها، ما يبقاش في حاجه بتعوقها، فبنزود المسافه اللي بين البيشنت وبين الايمج ريسبتور، دي زي ما احنا شفنا بتعمل لنا مشاكل في الايمج بلر، في الفوكال سبوت بلر كان بتاثر بالموضوع ده. الحقيقه برضو الموفينج جريد نفسها ممكن تعمل موشن للكاسيت هولدنج ديفايس، يعني ممكن تعمل نتيجه ان احنا عندنا حاجه بيحصل لها فايبريشن، فممكن تعمل فايبريشن للمكان اللي فيه الايمج ريسبتور نفسه. فلما الايمج ريسبتور بيحصل له فايبريشن بيعمل موشن ارتيفاكت، وده حاجه الحقيقه بتبقاش ديزايربل. بس الحقيقه رغم كل الدروباكس اللي موجوده دي، الا ان الادفانتجز بتاعه الموفينج جريد اللي هو الباكي far outweigh the disadvantages، يعني مزاياه اكتر بكتير جدا من العيوب بتاعته، لان هو فعلا بيدينا صوره بتبقى اوضح بكتير جدا من الصور اللي فيها stationary grid. فبالتالي الحقيقه الناس طبعا بتبقى افضل لما بيكون مثلا بتعمل يعني بتشتري جهاز اكس راي، يستحسن هي لما تيجي تشتري grid تشتري اللي هو الباكي او الموفينج grid.